ناخذ مكالمة من بنت الرب، بنت الرب من أمريكا. تفضل أنت معنا على الهواء. ايوه، الله يباركك يا اخ نزار. ويباركك ايضا. اكلم ابونا. تفضلي. ايوه يا منى. اهلا يا قدس ابونا، ازاي قدسك؟ اهلا، الحمد لله على السلامه، ومنور الله يسلم، نور ومباركنا. وزي مريم انا عندي سؤال يا قدس ابونا، يعني بيحيرني شويه لما بسمع يقولوا ما نصليش للروح القدس، مش هو اقنوم ومساوي للرب يسوع وللاب؟ وساعات الواحد في وسط الصلاه بيحب يعني يكلمه، هل ده غلط يا قدس ابونا؟ لا مش غلط، بس في اعتقادنا في ايماننا. يعني شوفي، قبل ما اجاوب اقول لو في توصيله كهرباء والتوصيله دي متشعبه لثلاث افرع، وبعدين في مفتاح، المفتاح ده لما يفتح هيوصل للتلاتة ولا لواحد بس؟ هيوصل للتلاتة. للتلاتة لازم يكون في ذهننا ان الله واحد لا شريك له، لكن الله الواحد ناطق بالكلمة، الكلمة، والكلمة ما هياش كلمة مجردة حبر على ورق، لا، الكلمة هو نطق الله العاقل أو عقل الله الناطق وحي بالروح. هو الله الواحد ناطق حي. يعني نظرتي لإلهي إن هو الله واحد، ما هوش أنا بعبد ثلاثة، لا، أنا بعبد الله الواحد. عشان كده لما يقول خلقنا الإنسان على شبهنا، طبعا الله ملوش شبه، وممكن العقل هنا يتلخبط وغير المؤمنين يتلخبطوا. يعني ايه خلقنا الانسان على شبهنا، على صورتنا، على شبهنا؟ ادي الانسان الواحد، يعني مثلا الاخ نزار ده واحد ناطق بالكلمه حي بالروح، ادي الشبه اللي خلقه ربنا علينا. فاحنا لما نصلي وصلي للاب، هي صلاتي للابن، هي صلاتي للروح القدس، لازم يكون في ذهني وفي قلبي اني بصلي لاله واحد، إله واحد، مثلث الأقانيم. العمل بتاع الكلمة غير العمل بتاع الروح القدس غير العمل بتاع الآب المبارك، وبالإجمال العمل ده عمل الله. فإحنا نعبد الله الواحد، فلما بصلي له لازم يكون في اعتقادي وفي قلبي أني بصلي للرب. الآب سمعني، الإبن سمعني، الروح القدس سمعني. وصلك الجواب يا أخت بنت الرب؟ متشكرة. طيب. يا أبونا كمان النهاردة لسه سمع أني أنا أصلي أروح للمسيح، وبعدين المسيح هو اللي بيشفع فيا ياخد صلاتي للآب. فأنا برضو النهاردة سمع حاجة عجيبة، يعني أنا دايما في ذهني الثلاثة هم إله واحد، لكن في النطق أقول الآب الأول وباسم ربنا يسوع المسيح، ولا اصلي ازاي؟ يعني القانون، على ان السؤال ممكن يكون ساذج شويه، بس اللي سامعينه في الايام دي كده يعني القانون بتاعنا يا منى، نرفع صلاتنا للرب وحده، الرب الواحد في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. نرفع صلاتنا للرب الواحد في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. الرب يباركك يا أخت منى، شكرا كثير على المداخلة. متشكرة جدا.